أخبار اليوم. جريدة وموقع أخبار اليوم بينقل مراجعتكم على الهواء والشباب والأستاذ ماهر المصور، فأهلا بكم جميعا في طنطا. إن شاء الله رب العالمين مش ولادنا بس اللي موجودين، ولادنا بتوع جمهورية مصر العربية كلها. بعد 5 دقايق من النهارده أول ما نبدأ هيبقى المراجعة بتاعتنا كلها على كل جمهورية مصر العربية. طيب عشان احنا مش احنا بس نستفاد، لا كل الناس تستفاد، بس كلنا قبل ما نرجع نصفي قلوبنا ونركز بعقولنا. مش هنسيب حرف ومش هنطلع من هنا الا ومعانا امتحان الثانويه العامه. مش هنطلع من هنا ورقة الإجابة كاملة، تسطر ورقة الإجابة كاملة وتبدأ. آدي نموذج لورقة الإجابة اللي أنتم متعودين عليها. بعد ما بتكتب بياناتك وتتأكد منها بتبدأ تسطر ورقة ورقة زي ما أنت شايف، على أساس أن كل جزئية هتبدأ تجاوبها بالمطلوب منها. بنبدأ بالتعبير الوظيفي، بنبدأ بالتعبير الوظيفي. باخد الأكثر أهمية فالإيه أهم فالمهم. يعني أنا حدي 3 نقاط في التعليم الوظيفي. 1، الرسالة. كيف تكتب رسالة؟ كيف تكتب رسالة؟ خلي بال حضرتك وحضرتك، هو بيحدد لي عدد الأسطر اللي هو طالبها. كم سطر؟ 8 أسطر، يبقوا 8 أسطر. حضرتك وحضرتك ما تزودش على اللي هو طالبه. في البداية بنقول التسطيرة بتاعتك أو الفريم بتاعك بيبقى واخد الصفحة كاملة، صفحة الإجابة كاملة. محدش يجي في النص كده ويعمل لي مستطيل مقلوب ويبدأ يكتب السطر كذا. الناحية التعليمية بتقول إن السطر ما يقلش عن 12 ل 15 كلمة، مش هيتعد، لكن هنتكلم مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة يلا خد دي من عندك، اكتب رسالة. الناس اللي بتبعت لي أسئلة، أما افتح باب الأسئلة تبعت لي الورق. ماشي معايا؟ أنا بقول اكتب رسالة إلى شباب مصر تحثهم فيها على المشاركة الفعالة في بناء المستقبل. اكتب رسالة لشباب مصر تحطهم فيها على المشاركة الفعالة في بناء المستقبل. طبعا هنقول المرسل إليه ونقطتين، العنوان ونقطتين، وتبدأ تكتب رسالتك. هتقول لشباب مصر ايه؟ ان بناء مصر لا ياتي بالعبارات البراقه ولا بالتصريحات الرنانه، وانما بالمشاركه الفعاله يدا بيد، مشاركه الراي، مشاركه القول، مشاركه الفعل. تيجي تتكلم تاخدها من كذا زاويه. مش مشكله ان اقول ده عيب، لكن المشكله ان ما اقولش الصح فين. يبقى اذا كان لديك عين ناقده فلا بد ان تكون هناك عين صائبه. فين العين الصائبه اللي هتصوب ده؟ ماشي يا استاذه. في النهايه بقول تكتبش كلمه بقلمك الا ما تكون عارف بتكتب ايه عشان ما تشطبش، لانك انت اما تشطب هتبقى في مشكله بالنسبه لك كبيره. خلصت البرقيه تكتب تحت
الراسل او المرسل والسين تحتها كسره العنوان. حدش يكتب لي فلان الفلاني وعنوانه كذا. طبعا كلنا بنحب ربنا، لكن ما ينفعش في الرساله بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونستعين به ونستغفره، دي مش رساله خالص. يبقى ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. عشان كده بنقول ان الاساتذه الافاضل اللي موجودين لازم تكون مركز انت بتقول ايه. انت شاب محتاج ايه من الدوله؟ محتاج كلام؟ محتاج عبارات وبس؟ لا، مش هينفع الكلام ده. لازم يكون فيه كل حاجه انت بتعملها صح. لا، تقول الدوله هتقف معاك ايه وانت هتعمل ايه مع الدوله. برضو اذا كنا بنتكلم ان في دور من الشاب، برضو في دور على مين؟ على الدوله. هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي كذا وكذا وكذا. طيب، اكتب رساله الى الشباب الذي يعمل في قناة السويس. اكتب رسالة الى الشباب الذي يعمل في قناة السويس. تقول له ايه؟ هتقول ايه للانسان اللي عنده طموحاتك انت بيحققها لك؟ انت بتقول له الدور اللي انت قمت بيه ده، هل عشان مقابل مادي؟ اكيد لا، في 100,000 مكان للمقابل المادي. لكن لما تلاقي شاب بيقول لا انا عاوز انمي بلدي، يبقى اذن انت الشاب الطموح الذي ينمي بلده. شكرا لك على ما قدمته في كذا وكذا وكذا. ببدا اظبط ده واحده واحده ونقطه نقطه. لو قلت لك بقى اعمل دي برقيه، يبقى البرقيه رساله، ولكن رساله ايه؟ مصغره، لا تقل عن سطر ولا تزيد عن سطرين. لا تقل عن ايه؟ سطر ولا تزيد عن سطرين. وده الاطار بتاعها بيكون اطار مستطيلي. المرسل الي ونقط، العنوان ونقط، وجمله او عباره مركزه قويه جدا، يعني فيها كل صغيره وكبيره من اللي انت بتقوله. ماشي يا استاذ فاضل؟ طيب، النهارده السبت، بكره الحد عندي امتحانات ثانويه عامه. خد ده، اكتب تقريرا، اكتب تقريرا عن امتحانات الثانويه العامه واستعدادات الدوله لها. نقول لابد في التقرير من التركيز على الزمان، المكان، الأحداث، التوصيات. يبقى هنقول الزمان التاسعة صباحا، المكان أمام مدارس جمهورية مصر العربية أو لجان امتحانات الثانوية العامة، الأحداث التجمع، الكلام اللي بيحصل، العيوب اللي هنلاقيها إيه؟ هل قلة اللجان؟ هل كتر اللجان؟ هل قليلة؟ هل زيادة؟ إيه بالظبط اللي هنلاقيه؟ إيه الموضوع اللي هنتكلم فيه؟ القضية بتاعتنا بنقول فيها إيه؟ بعد كده بنتكلم عن التوصيات. ولما أجي أتكلم عن التوصيات بقول النقاط المحددة اللي أنا بوصي بيها. واحد، إن يكون فيه على الويب سايت، على الحاجات الإلكترونية الجديدة، تنبيه على رقم اللجنة اللي أنا فيها ورقم في الكشف كام. اللي أنت بتدور عليه في اللجنة الصبح المفروض تكون عارفه قبل منها. ماشي يا أستاذ فاضل؟ والتوصيات في حدود 3 توصيات أو 4 توصيات، أكتر من كده ما ينفعش. ليه؟ علشان ده تقرير موجز، تقرير موجز. أهم الموضوعات المتوقعة في التعبير الإبداعي، أهم الموضوعات المتوقعة في التعبير الإبداعي. 1، النيل هو شريان الحياة
عليه نشأت الحضارة وبه آمال المستقبل، وبه آمال المستقبل. يبقى بتكلم عن كل الصغيرة وكبيرة في النيل. بداية الأفكار، لما أجي أحط الأفكار، المقدمة ما تتكتبش. يعني إيه؟ ما تقوليش في الأفكار واحد المقدمة، أو في الآخر رقم 7 الخاتمة. لا، الأفكار بتستوحى من رأس السؤال، الأفكار بتستوحى من رأس السؤال اللي هو المطلوب بتاعك إيه؟ هتكلم عن مكانة النيل سواء في التاريخ، سواء كان في الأديان. الأساتذة اللي ورا خليكم معايا في كراسي جالكم بعد 5 دقايق بالظبط. يقول لك الناس الأديان اتكلمت إيه عن النيل؟ الشعراء اتكلموا إيه عن النيل؟ وما ننساش إن الشاعر العظيم أحمد شوقي ما سابش حاجة لو اتكلم فيها. هو اللي كان بيقول زي ما قلنا قبل كده: النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر. هكذا قال شوقي. وانتوا عارفين ان اعلى قلادة موجودة في مصر تسمى ايه؟ قلادة النيل. يعني لما بنعظم حد، لما بنبجل حد، لما بنحاول نقول ان ده قمة، يبقى اذا القضية زي ما احنا بنقول يكون فيها النقطة دي. طيب، عشان كده بنركز وبنقول الأساتذة الأفاضل انت بتتكلم عن ده يجب ألا يقل عن 45 سطر، اللي هو كام صفحة؟ 3 صفحات. بنركز التعبير يتساب له سطر، التعبير يتساب له سطر، سطر وسطر لو سمحت، محدش يكتب لي ده في ده. وقلنا قبل كده في آيات قرآنية مهمة جدا في الحاجات دي. لما بتكلم عن النيل ربنا قال ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، هل المشكلات تحل بالسياسة ولا بالكياسة اللي هي الفطنة؟ بالسياسة ولا بالكياسة ولا بالحروب؟ الحروب لا تأتي إلا بالخراب والدمار. يبقى كل المشكلات تأتي بالإيه؟ تتحل بالكياسة والسياسة. ليه؟ لأننا جميعا في مكان واحد، جميعا احنا بيسمونا كلنا حوض الإيه؟ حوض النيل. بقول لكل طالب تحدث بما شئت، اتكلم طالما عندك رؤية ورؤية حقيقية، يعني تفهم ما تقول، عليك أن تقول ما تفهم. إن كنت تفهم ما تقول عليك أن تقول ما تفهم، براحتك، سيب قلمك يكتب زي ما هو. بس نصيحة، أن تفرد لكل فكرة فقرة، أن تفرد لكل إيه؟ فكرة فقرة. الفقرة ما تزيدش عن 7 أسطر خالص. يعني أنت كده 7 أسطر أنت بتكتبهم، لو أنت عندك 6 أفكار بس في 7 أسطر يعني ب 42 سطر، يعني من الآخر خلصنا موضوع الايه؟ التعبير. هل في مشكلة من المشكلات تحل فرديا ام المشكلة جماعيا؟ المشكلة جماعيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جميعا. يبقى اذا الاعتصام هنا بنتكلم عن طرفي الامة اللي محدش يقدر ايه؟ يعمل بينهم اي مشاكل. المقدمة بقول للكل لا داعي للمقدمات البراقة، لكن تعمل ايه؟ بتكتب مقدمة بتتضمن سبب اختيار الموضوع. يعني انا لو انا بكتب، لو انا طالب هكتب هقول لقد فضلت واخترت، او لقد فضلت واثرت، لو انت بقى بتتكلم على قمة اللغة، ان اكتب في هذا الموضوع لانه موضوع حيوي يهم الفرد ومن ثم يهم المجتمع، وعندما أبدأ أسأل سؤالا ما الآليات التي نتحدث فيها عن النيل؟ إن الآليات كثيرة، وأبدأ أتكلم بقى، ببدأ حتى الجملتين اللي أنا قلتهم لك ده في الآخر، وعندما أبدأ أسأل سؤالا ما أو لماذا أو كيف. معايا يا أساتذة؟ ده المدخل الرئيسي للي أنت هتتكلم بيه فين؟ في قضية النيل. في النهاية بعد كل فكرة ما عملتها الفكرة
ولعلي أكون قد وفقت أو قد وفقت قدر استطاعتي في عرض فكرتي عن الموضوع. يعني كتير جدا منكم لما كنا بنصحح قبل كده في الثانوية بلاقيه كاتب لي وشكرا واتقوا الله أو الكلام اللي بنسمعه. لا خالص، أنت بتقول رأيك، رأيك يحترم ولكن في إطار العملية التعليمية، في الإطار. وده اللي احنا بنتكلم عليه يا أساتذة في المقال، الفرق بين مقال الرأي ومقال إيه؟ أيوة هو ده. أنت مش مقال، أنت مقال رؤية، أنت طالب عندك رؤية مش عندك رأي. ليه مش عندك رأي؟ لأن أنت لسه في آليات تكوين الرأي، في آليات تكوين الرأي. رقم 2، الأزمات العامة وكيفية حلها، وتحت الأزمات العامة هنكتب. الأزمات العامة، أزمة المرور الخانقة، أزمة المرور الخانقة، ووضع الرؤى العلمية لحل هذه المشكلات. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده برضو عن ان مواجهة الفساد، ان مواجهة الفساد يحتاج الى تضافر الجهود حكومة وايه وشعبا، الى تضافر الجهود حكومة وايه وشعبا للتصدي، موضوع التعبير اللي اتكلمنا فيه قبل كده. الاقتصاد المصري، اكتب الكلام ده كله. الاقتصاد المصري في حاجة مهمة جدا 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 هنتكلم في نقطتين، مصر عربيا والمشروعات وآفاق المستقبل. يلا هنكتب عشان ايه الاتنين دول هتكلم فيهم بالتفصيل شوية. المشروعات التي تقوم بها الدولة هي جزء من الحاضر وكل المستقبل. طيب اما اجي اتكلم عن ده، واحد، التخطيط الجيد للمشروعات. 2، وضع الدراسات اللازمة وضع التخطيطات اللازمة للإطار الزمني والتنفيذي. الإطار الزمني والتنفيذي يعني المشروع ده هياخد وقت قد إيه وهستفاد بيه إيه وهعمله إمتى وتكلفته إيه. 3، مدى الاستفادة منها في قطاعات الأمل، بين قوسين الشباب، في قطاعات الأمل بين قوسين الشباب. 4، مصر أرض الاستثمارات فكيف تبنى وتقام المشروعات. مصر أرض الاستثمارات فكيف تبنى وتقام المشروعات. بعد كده المشروعات المقترحة وكيفية تنفيذها. دي رؤيتك انت بقى، الفكرة دي رؤيتك انت كطالب، انت نفسك يعملوا ايه، نفسك الحكومة والدولة تعمل ايه، نستفاد من ده ازاي. في البداية بنقول ان مصر مليانة بخيرات ربنا سبحانه وتعالى. اولا انت عندك الرمل، السيليكون، افخم انواع الزجاج في العالم موجود من رمل سيناء، ازاي استفاد بيه، ازاي ما يبقاش عندي تصدير ماده خام، ازاي استفاد يا احمد يا صغى من الماده الخام اللي عندي، من الرخام اللي موجود في سيناء، من الرمل الاسود. عندي اكبر نعمه من نعم ربنا عندي الطاقه الشمسيه،
ازاي ان انا استفاد بيها داخليا واستفاد بيها في التصدير خارجيا. طب والمشروع ده انتوا كشباب يعني دلوقتي لما نيجي نعمل تيست كده على الهوا اقول طلاب العلم اللي موجودين في القاعه علم علوم او علم رياضه يرفع ايده لفوق. تخيل ان هنا اتفضلوا 70% من الطلاب علمي، ومعنى كده هل الادبي ده يعني خطر ولا وحش؟ لا، ما هو النظم السياسيه اللي بيحطها بتاع الادبي، الفكر بتاع الادبي، النظام التطبيق بين النظريه وايه والتطبيق. عشان كده انت كطالب محتاج ايه؟ الياتك ايه؟ هل انا لما بقعد على الفيسبوك والانترنت عندي فكره؟ طب اوصلها ازاي للدوله؟ بس ما تبقاش فكره وانت قاعد كده، لا، اي فكره في الدنيا بتتعمل من فروم اي تو زد، من واحد لمية او واحد لما لا نهايه، هتشوف انت هتعمل ايه وتستفاد منها ايه. طيب اهم المشروعات بقى اللي هتفتتح في شهر 8، قناه سويس، مدينه الاسماعيليه الجديده، قناه سويس، مدينة الإسماعيلية الجديدة، شبكة الطرق. طبعا وانتوا شفتم من أسبوعين جبل الجلالة، جبل الجلالة اللي اتشق فيه نفق يعني. طيب لما نيجي نتكلم بقى في المشروعات يا أستاذة، خد الفكرة دي، كيفية الاستفادة من الطيور المهاجرة، كيفية الاستفادة من الطيور المهاجرة، بين قوسين علماء مصر في الخارج، كيفية الاستفادة من الطيور المهاجرة اللي هم مين؟ علماء مصر في الخارج. خد بقى تعالى معانا المهندس العظيم هاني عازر لما عمل محطة برلين الكبيرة اللي انتوا شفتوها على التلفزيونات، الراجل ده عمل المشروع العملاق ده في 5 سنين، عمل المشروع العملاق في 5 سنين. انت تعرف ايه عن مشروع قناة السويس؟ مشروع قناة السويس مش مجرى مائي وملاحي بس، مش انه هيجيب عملة صعبة للبلد بس، لا، ده معمول تحت منه انفاق بيربط سينا بمدن القناة. الانفاق دي اللي عاملها او اللي بيعملها المهندس العظيم هاني عزر، يعني استفاد منه ازاي؟ العظيم النقراشي بتاع الطاقة استفاد منه ازاي؟ ولاد مصر هم البناؤون دول العالم، فكيف يبنون مصر؟ انتوا معايا؟ اكتب العبارات دي، ابناء مصر هم البناؤون دول العالم، فكيف نستفيد منهم في بناء مصر؟ طب ايه المشروعات كمان؟ مدن المعاقين، اصحاب الاعاقه اللي احنا بنسميها الحالات الايه؟ الخاصه، ده يبقى له مدينه ازاي نستفاد منها؟ نعمل ايه؟ طيب يا استاذ، اصحاب الحالات الخاصه ايه اللي نعمل فيهم ايه؟ هل دول يترموا؟ لا، ده عندهم رؤيه وعندهم فكر وعندهم، دي كلها مشروعات بتتعمل عندهم. طيب خد برضو موضوع التعبير المهم، مصر كانت وستظل خط الحماية الأول للدول العربية، خط الحماية الأول للدول العربية. عربيا هي خط الحماية، سارة خليكي معايا، مدحت، سارة مدحت، خط الحماية الأول للدول العربية. بنتكلم عن، مش هنروح بعيد، هنقول إن صلاح الدين الأيوبي لما حب يفتح القدس دخل فين الأول؟ مصر. بنقول التاريخ بيتكلم عن بطولات مصر، وسيناء هي البوابة لكل دول العالم، لكل دول العالم العربي، الحماية بتاعته. طيب ماذا قدمت مصر
قدمت مصر القضية الفلسطينية الكثير من 48 56 67 73. خليك معايا يا سين. يبقى مصر هي اللي قدمت كل الخير للوطن الايه العربي، كانت خط الحماية الاول في كل ما فيها. ماشي يا استاذ فاضل؟ طيب اكتب بقى الافكار. مصر ام العروبة، مصر ام العروبة، التاريخ المصري حافل بأسمى آيات البطولة، التاريخ المصري حافل بأسمى آيات البطولة. مصر هي الحامي للدول العربية. تتكلم بقى ان كان محمد علي كان حاجة اسمها مصر والسودان. الله، ده بقت مصر لوحدها والسودان لوحدها. الله، ده بقى فيه السودان الايه جنوب السودان وشمال السودان، ده هيبقى الدنيا ايه في ايه التقسيمات الجغرافية الجديدة. الاستعمار المتفشي ولكن استعمار غير مرئي، يعني ايه؟ مش دولة بتحتل دولة، لا، بتعمل على تفتيت الدول كلها نقطة نقطة. ماشي يا استاذ فاضل؟ طيب لما نيجي اكتب بقى البيت الشعر اللي هقوله. بلاد العرب اوطاني، بلاد العرب اوطاني، وكل العرب اخواني، بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخواني. ماشي يا اساتذه؟ ده مفيش حاجه اسمها مصري ولبناني، مفيش حاجه اسمها سوري وعراقي او سعودي، لا، كل الدول العربيه بين قوسين وحده الهدف والايه والمصير. تعمير سيناء والقضاء على الارهاب. تعمير سيناء والقضاء على الإرهاب. يبقى بنقول خد الأفكار. سيناء أرض البطولات، سيناء أرض البطولات، التنمية، التنمية هي خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، هي خط الدفاع الأول ضد الإرهاب. دور الخطاب الديني، دور الخطاب الديني في التصدي للأفكار الخاطئة الهدامة، للأفكار الخاطئة الهدامة. ده بالنسبة للإيه؟ للتعبير.